هذا المواطن قاعد يهضر معاك الدار وما كاينش ديك الثقه اللي فيا. حنا اللي خصنا نفهموا اكد عليه السيد باشا على ان النشاط ديالكم كنشاط ما غيتقاش اللي غادي يوقع له انه غادي يتنظم. فما تنظمش كاين شي واحد اللي غادي يمنع على انه يوقع تنظيم لواحد القطاع. فهمنا يقدر تفيدنا حنا التعاونيه تفيدنا التعاونيه اولا هنا في النظام، ثانيا على انك نكلفوا واحد الشخص واحد اللي نديرو مسير لان قبل ربما كان كلشي كيهضر فما كلشي كيتعايش بفلوس ربما كدا. دابا خصنا نظمو بمعنى ان خصنا ندير واحد اللي يكون كيتكلم باسم المجموعه، خصنا ندير واحد او لا واحد اخر اللي يكون امين المال هو اللي يكون كيشبر الفليسات، وهذاك اللي كيشبر الفليسات امين المال كيكون غادي بحال توصيل. اذا في الاخر النهار كنعرفو شحال ديال الفلوس دخلت للتعاونيه. بالنسبه للتقسيم بيناتكم هذيك المسائل الداخليه ديالكم بيناتكم فهمنا. فكنشجعوا شنو غادي يتزاد علينا حنا في التعاونيه؟ كيتزاد علينا ان تدير واحد الفاتير، هذاك الفاتير كنشدلو فيه كل نهار شحال دخلنا، لان العام الجاي غنديروا الحسابات ديال التعاونيه ديالكم، انتوما كديروا الحسابات بيناتكم باش كتقولوا شحال دخلتوا، شحال خديتوا ديال صرفتوا، شحال خديتوا ديال الاجور، واش درتوا شي ارباح ولا درتوا خساره، داك الشيء الشغل ديالكم المسائل ديالكم. ولكن كتكون منظمه واحد القانون اللي هو مبسط، بمعنى واش حنا غادي نقيموا كمسؤوليه كبيره امام الدوله وامام الادارات؟ لا، انت عندك واحد المؤسسه بسيطه، الوريقات ديالها غادي نوريكم كيفاش كدير التعاونيه، عندنا واحد العمل اللي كنديروه الدخول كندخلوه دخلنا وشحال عطينا ديال الاجور، باش في الاخر ديال السنه ولا بديت العام الجاي كنديروا الحسابات كما اي تعاونيه وكما اي شركه في المغرب كدير داك الجمع العام السنوي ديالها باش كتقول شحال دخلت وشحال صرفت. وهذه مسائل داخليه ديالكم انتوما، حتى شي واحد في الاداره مكتب التنميه التام كيحضر معاكم حتى المجلس الاستشاريه باش الا كاين شي تساؤل او لا شي حاجه. اذا بالنسبه لهذه المساله ديال المداخيل خاصها تنظم بيناتكم انتوما، من غير هذا الشيء هذا السير اللي انتوما كنتو كتعرفوا ديروه وزع بيناتكم راه غادي ديروه، ما كاين حتى شي حاجه. فهمت؟ يكون معاه واحد في التعاونيه امين المال ولا نائب الرئيس ولا هذا هو اللي كيصايب داك المحاضر، وحنا كنعطيوهم نماذج باش كيصايب داك المحضر، فاهم؟ وكيمشي كيحطوه في المحكمه الابتدائيه بان التعاونيه اكس راه دارت الجمع العام السنوي ديالها وسالات المسؤوليه، فهمنا؟ بمعنى ان واحد اخر غادي يقول لك حباس انا الا شديت ديك البركه الدوله غتولي عارفه انا شحال شديت، واش غادي دير بها الدوله؟ هي قياده كتعرف التعاونيات كلهم اللي كنديروا كنعرفوا شحال عندهم في المداخيل، واش عمر شي تعاونيه خلصت؟ التعاونيه اللي عملوها انتم واش الماتريال ديالنا ولا الماتريال ديالكم؟ هذا النظام ديالنا اللي غادي نخدموا عليه واش غادي ياثر علينا شويه في علاقتنا؟ بالعكس غادي يخلي العلاقه ديالك تكبر، وغنقول لك شحال واحد عام اخر خصو يكون في التعاونيه وكيفاش غادي تخدم كيفاش غادي تخدم التعاونيه. المساله الثالثه اللي اساسيه، كاين بعض الناس غادي يقول حباس اش شريف انت درنا التعاونيه راه غيربطونا، ما قادين حنا ماشي ناس الاداره، حنا ما كنمشيو على الاداره ما كنجيو غدير لي حبس الشريف درتي داك الشيء. لا خاصك تفهم على ان كيما الدوله سهلت نديرو تعاونيه ونهضر عليها من بعد، سهلت عليك كيفاش تحيد من التعاونيه، بمعنى ان التعاونيه اللي غادي ديرها هذه مؤسسه ديالك مستقل انت بها، حتى الاداره ما عندها الحق تدخل لك في الشؤون ديالك الداخليه بيناتك، وانتم اللي تختاروا بيناتكم بعضيتكم طريقه مع ان تختاروا القانون. كنقول كلمة ديال القانون وكنقولوا تعاونية، حتى علاش راه عندنا راه غنديروا حنا شي قانون وخصنا نبقاو نحددوا دوك الفصول ودوك المواد ودا، لا، ملي غادي نهضر عليها أنا كتعاونية كيفاش غادي نسيروا الطريقة ديالنا، نقدروا نوضحوها دابا، ملي غنقولوا كنديروا تعاونية، على الأقل في التعاونية كيكونوا خمسة الناس، تقدر ديروا أكثر على حسب الباراسولات اللي عندكم وعلى حسب الطريقة اللي نتوما بغيتوا ديروا. مثلا عندنا خمسة الناس ولا عندنا ستة ولا عندنا سبعة ديال الناس، ملي غادي نكونو كنشتغلو في تعاونية غادي يكون عندنا إما نديرو مسير ديال التعاونية واحد الشخص كنتيقو فيه هو اللي غيتعامل مع الإدارة، هو اللي مثلا يكون كيشد الفلوس، هو اللي مثلا إلا الوراق إلا كاين شي وراق يوقعهم أو لا شي حاجة بحال هكا، والآخرين كيبقاو متعاونين مع ديك السيد المسير. ما لقيناش واحد مثلا كنفترضو ما جانا صعيب نتيقو حنا في واحد ويبقى يشد لينا الفلوس ويبقاو يمشي للإدارة، عطانا الحل الاخر نديرو ثلاثة د الناس عوض ما نديرو نظام ديال المسير، نديرو النظام ديال المجلس الإداري، نديرو رئيس ونائب الرئيس والأمين المال، الرئيس هو اللي يتعامل مع الإدارة ويوقع وأمين المال هو اللي يشبر ديك البركة ديال الفليسات ديالك، فلوسنا نعرفو من عندك أمين المال، فهمنا؟ إذا ممكن نختارو مسير واحد إلا كنا فاهمين بزاف وتعرفين واحد الشخص، أو لا حنا كتار ما
مثلا جبنا 10 الناس وصعيب باش نثيقوا في واحد، نقدروا نديروا ثلاثه، نديروا الرئيس هو اللي غيبتلنا امام الادارات ويوقع الورا، وامين المال هو اللي كيشبر الفليسات، ولكن النائب ديالو كينوب عليه نهار غير غير ذاك الراس. هذا الشيء من ناحيه الوراق، ولكن من ناحيه تشتغلوا كيما موالفين كتشتغل في الكارو ديالك اللي غادي تعطى غادي تكون كتشتغل فيه، بمعنى ان الرئيس تا هو خدام معاك، النائب الرئيس تا هو خدام تما، الامين المال امين المال تا هو خدام تكوش. الفليسات اللي غادي تجمع كتجمع عند واحد ديالكم كيما موالفين كنظن كتشتغلوا، ملي كتجمعوا الفليسات كل واحد كيشبر البركه ديالو. اذا في الاخر ديك الساعه تقولوا لنا كيفاش كتخدموا نتوما ونعطيكم عاوتاني حلول. اذا كيكون عندنا امين المال اللي كيجي السيد وكيعطي الفلوس كيعطيهم لواحد الشخص واحد امين المال هو اللي كيشبر الفليسات مقابل نقدروا نديروا حتى واحد التوصيل. واحد التوصيل باش كنقدموا العمليه ديالنا. فهمنا التوصيل كنقطع وكنعطي لهذاك السيد مثلا كيريد له ب 50 درهم ولا ب 80 درهم كنعطيه ديك 80 درهم ديالو وكيبقى عندنا التوصيل. واي توصيل تعطى كنعرفوا الفلوس شحال عند امين المال ديال التعاونيه او لا الا كنا كنتيقوا في واحد نديروا مساله ديال مسلم. فهمنا هذه بالنسبه الى بغينا نشتغلوا بهذا الشكل هذا لانه حنا جينا ما جيناش نحاربوا. ثاني حاجه هي مساله التثمين، ملي كنهضروا على التثمين يعني راه كتزيدوا القيمه ديال النشاط وكتزيد بيان سير القيمه ديال الايرادات ديالك، دونك ما يكونش عندك توقف فيها اخي. الحمد لله الامور غاديه في الطريق الصحيح.